وارفع شارات الثيران ايتي كات اماء الرمانة غادة تفرقع الرمانة غادة تفرقع الرمانة غادة تفرقع الرمانة غادة تفرقع الاتيمة الاتيمة ستنقطع لوز يوم تنكسر تطبيقا لمخرجات البيان للمكتب الجهوي للنقابه المستقله للممرضين بجهه الدار البيضاء ستات، مفاده هو الاحتجاج على طريقه احتساب التعويضات على الحراسه. كيف كيعرف الجميع بان التقارير ديال منظمه الصحه العالميه كتقول بان الممرضين كيقدموا للمواطنين اكثر من 80% من الخدمات، وبالتالي كنلقاو بان الحراسه او التعويضات على الحراسه اللي كيستاهلوا هاد الموظفين توصف بالهزيله. المناضلين والمناضلات ديال هذه الجهه هادو جاءوا لتلبيه هذا النداء ديال النقابه من اجل الاحتجاج، من اجل قول كلمه لا في طريقه احتساب لهذه التعويضات الحراسه الهزيله التي لا ترقى لمستوى تطلعات هذ الممرضين والممرضات المرابطين في مختلف المصالح الاستشفائيه. بعض المشاكل الاخرى مثلا في انتحال الصفه ديال الممرض، المشاكل في البرامج الصحيه، اشكاليات في التعويض على البرامج الصحيه، الاشكاليات ديال الامن والحمايه، اشكاليات ديال الاطباق المقدمه بالنسبه للفئه ديال الشغيله الصحيه بصفه عامه. هناك مشاكل كثيره كتخبط فيها المستشفيات ولا المراكز الصحيه بجل المناطق في ربوع المملكه. الانتحال صفه الممرض، كما كيعرف الجميع بان الممرض كيكون عنده اجازه في العلوم التمريضيه، وكيكون درس في احدى المعاهد التابعه للوزاره بحال الاسبيس اتروازاس الى اخره. هناك منتحلي الصفه بعد ليس له من شروط بعد الدخول انك تدخل المعهد ديال الاسبيس خصو يكون عندك بكالوريا بميزه، زائد انك تقرا 3 سنين فوق البكالوريا. هناك بعض المنتحلي الصفه ما عندهمش هذا الكريتير هذا، وبالتالي كنلقاهم داخل المستشفيات معرضين لحياه المواطنين للخطر. هذه الوقفه هذه غتبقى الى ان تستجيب الوزاره الوصيه على المتطلبات ديال الشغاله الصحيه الممرضين في الاول. غتشعل قويه غتشعل.